هي دي قصة حياتي في كلمتين. كنت عايش أحلى عيشة وأحلى دنيا بعدي وكله يسأل أصعد أنت فين يا مرسى الخوف يا راي في كل ثانية والزمان ضربي فجأة بس المفاجأة مش في الزمان واللي كان من داري عمري غاب واحدة واحدة وكله بان لما تبقى في يوم ضحية يبقى فين بس الامان وفديت علينا الضهر الوحده زي النار صباح النبي يا رجاله انا ما بنزلش الفرح بس انا قدامي ناس 100 100 حاسس 100 100 لو قلت الراجل يتنحى من الفرح هيقف على الكرسي بتاعه عشان كمان ابو سنه هيقف على الكرسي بتاعه لو قلت الراجل الجدع اللي هيقوم معاه ويرفع ايده فوق يا احمد ابو سنه تعالى ابو سنه هنا السيده زينب لو صبت حبيبه معانا هنا
مش هبكي عليه قلبي يقول لي انساه بلاش نظر معاه قلبي يقول لي انساه بلاش نظر معاه Yeah.